حنايا السكان ديال عين الشوك مضرورون بزاف، ما عندنا شي الماء. حنا يتجه العرائش، هما قريب حضريه يا ولات، حنا قريب العرائش، كنجيو عند مسؤولين باش ندخلوا الماء. حتى واحد ما كيتجهنا، شي كنمشيو للمقاطعه كيصيفطونا البلديه، كنمشيو فابريكا الضو كيصيفطونا البلديه، هاد المسؤولين خصهم يديروا معنا شي حال. حنا راه مضرورين بزاف، راه ما عندنا شي الماء، ما عندنا شي الماء نهائيا. عندنا الماء ديال الصندا كنعمروا مره في السيمانه، حنايا كنستعملوا الماء راه بحال الزيت، يعني بشويه بشويه، والناس بقاو البيوغ ديالهم كينشفوه لهم الصندات، مره كيعطيونا مره ما كيبغيوش يعطيونا. حنا كنبقى حتى لمده 20 يوم بلا ماء، بلا ماء. حنا عندنا وليداتنا، انت عارف الماء هو كل شيء، ما يمكنش حنا نعيشوا بلا ماء. ودابا عين الشوك ولات حضريه، يعني من حقنا نطلبوا الماء. هادشي اللي كنطلبوا المسؤولين غير الماء، هادشي اللي كنطلبوا منهم. حنا خصنا غير الماء، ما خصنا حتى حاجه، ويديروا معنا شي حال. ما عندناش الماء، ما عندناش. حنا كنشريو الماء من الحانوت، شحال غيتقاب علينا؟ حنا الماء اللي غنشريوه بالحانوت نعطيوه لولادنا. بعد مرات كنشريو الماء كنطيبوا به، منين غنجيبوا حنا الماء؟ حنا حوايجنا كنهبطوهم عند العائله للعريش وكنصبنوهم ونطلعوهم. منين غنجيبوا حنا الماء؟ وحنا غير دراويش على قد الحال، منين غنجيبوا الماء؟ ما عندناش حتى واخا نحفروا الصندات، يعني بقاو كينشفوا، يعني ما عندناش الماء نهائيا، وما عندناش اتساع فين نحفروا الصندا. وحنا عندنا 60 متر غنحفروا الصندا، فين غنحفروها؟ حنا سيدي مساكنة عين الشوك، حنا سيدي كنطلبوا الماء، حنا ما عندناش الماء، حنا مكرفصين. كنجيو البلديه كتقول لنا سيروا الشركه ديال الماء هي تفاهم معاكم. والشركه ديال الماء غادي تخلص لنا ميزانيه باش يجيبوا لنا سبيله؟ ما يمكنش، هذه مسؤوليه ديال الجماعه، والمسؤوليه ديالهم يمشيو يتفاهموا معاهم، ماشي حنايا. كيقول لك سير تفاهموا معاهم، كيقول لك لا انتم خصكم تخلصوا. حنا ما عندناش باش نخلصوا، لو كان حنا باش نخلصوا ما جيش نوقفوا عندهم هنايا. مكرفسين مكرفسين، كنطلعوا السبيلات ديال كليطو والعرايج جنان باشا، باش كنديو المطر وكنعمروا البرميل ب 30 درهم، كيجي المطر يعمرنا برميل ب 30 درهم، باش كنغسلوا لولادنا باش نقضيو شغلنا. من بعد الشريب كنشريوه من الحانوت. حنا معذبين ومكرفسين، خصهم يديروا معنا شي حل. ما بقاش شي كيسردنا لعند الشي، ما كيخلوناش نهضروا، كيبقاو غير يكذبوا علينا، تسناو ما جايين تسناو ما جايين، في الاخر ما كيجي حتى شي واحد. حنا كنطلبوا يجيبوا لنا الماء الصالح للشرب، حنا ما كنجبروا باش نشربوا باش نغسلوا ولادنا. حنا مكرفسين ومعذبين في الصيفيه، وحنا كنجيو ما كيهضروا معنا، ما كيستقبلونا، ما كيديروا لنا والو. هذا المشكل دائما كاينه في الشتاء، في الشتاء كيكونوا الصوندات فيهم الماء، الناس كيعمروا مع الناس اللي عندهم الصوندات كيخلصوهم الشهر، ولكن في الصيفيه هذوك الناس بديك الصوندات ديالهم ما كتبقاش كافياهم، يلاه كتقنعهم هما حيت عندهم بهايم، عندهم الشجر، عندهم باش كيسقيوهم. الناس الاخرين اللي ما عندهمش الصوندات كيبقاو ما يجبروش باش يعمروا، كيبقاو يجيبوا الحمال كيعمر لهم برميل 30 درهم. الناس فين عندهم الناس يديروا واش فقراء، حتى واحد ما عنده باش يخلص. دابا كنطلبوا المسؤولين يجيو يديروا معنا شي حل، حنا بغينا غير سبيله. قالوا لنا ما عندكمش سبيلات في الديور، قلنا لهم ديروا لنا سبيله في الحومه، خلصوا نتوما المكانه، حنا نخلصوا المكانه وحنا نمشيو عند الشركه نتفاهموا معاهم على الميزانيه. حنا فين غنجيو هادشي؟ حنا فقراء ما عندناش، نخشريو الماء باش نشربوا ونجيو نخلصوا الميزانيه ديال اللي خص الدوله تخلصها، هادشي ماشي معقول. حنا كنطلبوا دابا يجيو يديروا معنا شي حل، يهضروا معنا. خصنا كنطلبوا رئيس المجلس البلدي يجي يدير معنا شي حل، وكنطلبوا سيده العامل يجي يدير معنا شي حل، يجيبوا لنا الماء. حنا يوميا كنجيو هنايا، كنجيو يوميا، كيبقاو علينا عيط تسناو 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 تسناو، حتى كيمشيو بحالهم هما، حنا كنمشيو بحالنا، كيديروا معنا حتى شي حل. قلنا سيروا سيروا الاراضيل هي اللي تشوف شنو تعمل معاكم، تفاهموا معاها بشحال الميزانيه وبشحال المكانه غتقام عليكم. هادشي معقول ماشي معقول؟ حنايا مدور عين الشوك اقليم العرائش، حنا الناس ما عندناش الماء، مضرورين من الجهه ديال الماء، وما كطلبوا منهم حتى شي حاجه، يعني الماء صالح للشرب، يعني حنا راه مضرورين بزاف. كون ما كناش مضرورين ما غنجيوش هنايا، يعني يوميا يوميا ما كاينش اللي كيشوف فينا، ما كايناش اللي كيخليوك هنا منشوره، ما يعني ما كايناش وصافي. حنا عطاونا امل وقالوا لنا من العيد الكبير غيكون عندكم الماء، ومشينا للشركه ديال الماء والضو وقال لنا ما مخلصين عليكم ميزانيه، ما مدايرين عليكم حتى شي حاجه، واش غنجيبوا لكم الماء وما مخلصينش عليكم؟ اما هنا عطاونا امل صراحه الله، وداروا اجتماع وهضروا معنا، ولكن مين مشينا للشركه ديال الماء والضو قلنا لهم راه سعاده الباشا وسعاده القايد قالوا لنا من دابا العيد الكبير غيكون الماء، مين مشينا لتما قال لي شي عيد كبير، شي عيد كبير واحد اخر يمكن، اما هذا العيد الكبير من سابع المستحيلات. اقسم بالله لما العيد ما غنعيدوش تما في ديورنا، حيتاش ما عندناش باش نغسلوا داك الشيء ديال العيد، غنمشيو نعيدوا عند عائلتنا في او لا نعيدوا هنايا في باب البلديه. حنا في حنا باش غنغسلوا داك الشيء؟ وعاد الماء حنا دابا هذا الماء هذا اللي كنشريوه حنا ب 30 درهم البرميل، واش حنا في الامكانيات ديالنا نشريو 30 درهم البرميل؟ 30 درهم قسما بالله، مول الموتور تعطي 30 درهم عاد يسقي لك، واش حنا في امكانياتنا؟ حنا راه ماشي عاجبنا نهضروا في الميكروفونات وهذه، ولكن حنا راه حنا تبرينا بزاف، حنا راه مغاربه شوفوا فينا بعين الرحمه، حنا راه مغاربه ما طالبين حتى حاجه، الحمد لله رجالتنا خدامين علينا واكلين شاربين، حنا خصنا علمه،
خصنا الماء متضرا من جهه الماء، يوفروا لنا على الماء. وعاش الملك ورئيس المجلس البلدي يشوف فينا بعين الرحمه. هادشي اللي كاين صافي، يؤدي معنا الخدمه ديالو والواجب ديالو الانساني والمهني ويدخل لنا الماء. هادشي اللي كاين، والله يرحم الوالدين وشكرا. نفس المشكل عاوتاني، سيرت نهار الخميس وليت نهار الثلاث، سيرت نهار الاثنين، احنا عاوتاني هنايا دائما كنعانيو، معاناة ضروريه كنعانيو. ما عندي ما نطل ولادي، ما عندي ما نغسل العيال، فيها تغسل لهم العيال. دابا الصيفيه وكيجيو مساكن من المدرسه عرقانين، والمدرسه بيدها ما فيهاش الماء. الاساسي قسما بالله مشيتي للمدرسه، لمشيتي للمدرسه الاساسي ما عندهمش الماء. الاستاذه فمها قالت لي الطواليطه تحشك خنزل، الاقسام خنزل ما كيسيقومش، السراحه باش عيرشوها والعيال يلعبوا في بلاصه نقيه ما كايناش، عرمه ملت لهنايا وسير للمدرسه وشوف. حنا راه في واحد الحاله يرثى لها، حنا منسيين، حنا منسيين، ولا الاساسيده ديالنا ولو الناس الجامع ولو كل شيء راه مكرفص من جهه الماء. حنا منسيين بالعربيه، ما كيعقلوش علينا. حنا جوج الخطوات ما بين بيننا وبين العرايش وحنا منسيين، ما كيعقلوا علينا، ما كيشوفونا شنو خصنا من تحت، لا طوبيس لا الملك ديالنا عندنا، كنتمناو الدم ديالنا وعندنا المملكه المغربيه في الدم ديالنا، كنتمناو العامل يسمع الصوت ديالنا، وكنتمناو الرئيس المجلس هو يسمع الصوت ديالنا ويشوف فينا بعين الاعتبار ويديروا معنا شي حل. لا ما داروش معنا شي حل، غنجيبوا المناطي وغنجيبوا حوايجنا وفراشنا وغنسكنوا هنا ولا في باب العمل، كنسمحوا في ولادنا وديورنا وكنجيو لهنايا نبركوا النهار كامل، وكيطونا وعود كاذبه سيرتا قبل العيد سيرتا مور العيد بلا نفع، كيديونا ويجيبونا بلا نفع. حنا راه بعادين.